رفض في الأواسط المحلية التركية لسياسات أردوغان حول تدخله المباشر في الشأن الليبي ودعمه العسكري لحكومة السراج. مسؤولان بارزان من أكبر الأحزاب بالبرلمان التركي عبرا عن رفضهما الشديد لعمليات إرسال الأسلحة والجنود الأتراك والمرتزقة السوريين التي يقوم بها أردوغان منذ فترة. هشيار أوزشوي وهو نائب في البرلمان ومتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي للشؤون الخارجية قال إن حزبنا صوت في البرلمان ضد إرسال عناصر الجيش التركي إلى ليبيا ويرفض التدخل العسكري باعتباره لا يساعد في بناء السلام وإنما يزيد من حدة المعارك والخلافات السياسية، مضيفا أن تركيا تركز على فرض هيمنتها الإقليمية في ليبيا وتسعى لذلك من خلال التصعيد العسكري. من جهته أفاد أونال تشيفيكوز وهو برلماني ونائب رئيس حزب المعارضة الرئيسي الشعب الجمهوري للشؤون الخارجية، أفاد بأن حزبه صوت في البرلمان ضد إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مضيفا أن معارضة أردوغان ليست بالأمر الهين كونه يتهم معارضيه بالإرهاب والخيانة. منذ يناير الماضي دخلت تركيا في المشهد الليبي بقوة بعد بدء عمليات إرسالها للجنود الأتراك الذين يقاتلون ويديرون العمليات العسكرية في الغرب الليبي وإرسالها لآلاف المرتزقة السوريين التابعين للفصائل المعارضة والجماعات المتطرفة إلى جانب دعمها ميليشيات السراج بالعتاد العسكري.